Yo le sé. يلا يجي في الحال. تبكي علي. محمد السادس ملكنا ولا يو. السلام عليكم. زاز لوز اوفر دوز. مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي. فيديو جديد تحدي جديد على بركه الله. بوم 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 بوم. اليوم اخوتي عندنا واحد التحدي حمق ديال بصاح. اجي سمعت واحد بصاح بالليل معابد. انتوما بحالنا توحشتوا هذا المخلوق هذا كليكيو على لايك. ليتس جو. التحدي ديال اليوم معنا ضيف جديد اللي هو نورتين. مرحبا بك السي نورتين. ترحب بك الجنه اخي. الله يحفظك ويخليك. ومعنا بطبيعه الحال خوادري كبير كاوبي جو. الله يجيب لك الشي فوت ديالك. التحدي ديال اليوم كيف ما قلت التحدي مستر غندوزو نشرحوا لكم. الشمس العشيه مهيله. نسيتي هذا يعني دوف ولا ماشي مشكله سيدي. نقدم لكم المزاوي داوي. ليتس جو نشرح لكم التحدي. المهم الخوت كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه سعود حسن جدا دوك الوليدات ديال الروض. المهم كيف ما شفتوا عندنا تسعه ديال النفاخات وكل نفاخه وشنو فيها. مثلا كاينه النفاخه اللي فيها 10 دريال ديال المزاوي. وكاينه النفاخه اللي فيها الهريسه يا محمد. شنو محمد يا محمد. وكاينه النفاخه اللي فيها 100 درهم يا دابا نشوفوا شكون اللي عنده الزر. واش نور الدين ولا عبد القادر ولا حسن ولا محمد. زين بومبح زين بومبح قطعك والله شتو بسم الله. زين بوم نلعبوا ورقه حجره. يلا ديروا الهبيل خاطر ميقص ورقة حجرة مقص ورقة حجرة مقص ورقة حجرة مقص. أو نور الدين خسرتي. زين بومبح. أو بصحة نور الدين أنت الثالث. زين بومبح. زين بومبح. أنت الأول غتوقف هنا ونشوف واش من نفخة غادي تختار ولكن بواحد الطريقة اللي في شكل هو دابا كيشوف ليه. أنت غتهز نفخة غتقول له هز وحدة للسما اختار وحدة هزها للسما مزيان. إلا قال لك مثلا خضراء وهي خضراء يعني راه ربح وغيختار نفخة وغيطردقها. يلا شنو هذيك؟ زرقاء. أوه ما غاديش تختار نفخة دوز حيد. شنو هذيك يا محمد؟ شنو هذيك نور الدين؟ لا أنت اللي خصك تقول. شنو هي؟ غوزية. ماشي غوزية حيد 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 حيد. يلا نور الدين شوفوا الضيف الجديد واش غيكون عنده الزهر. شنو هذيك نور الدين؟ خضراء. أوه حيد 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 حيد. شنو هذه؟ كريم سكين. كريم سكين أخضر. كي درتي ليها يا مزاوي؟ المهم هذه هي النفخة اللي اختار المزاوي. هاك اخويا فركعها على راسك اللي فيها ديال فركعها انا باش تبان باش نشوف شنو فيها. ها هي سير. شتما؟ البصلة. كول على وجهي وجه البصلة. غيضرب البصلة غيضرب البصلة غيضرب البصلة. يلا نحسبوا لي ثلاثة ثلاثة. واحد جوج ثلاثة احشي. ايش هالويش؟ حسيت براسي جمل. تبرع مع راسه. شنو هي هذه؟ هذيك اسيدي الغوص. حاشاك. الله صدمت. بسم الله. يلا ها سيدي زرق. لا خويا الزرق. دوز حيد. شنو اللون هذا؟ الليموني. اوه الله جابها جابها صحته. يلا اختار نفخه محمد يلا. شنو تما؟ في راسه جبت ليموني. زيد اختار لك طريقي اللي بغيتي. اجي نهار ديريكت هذا باينه. شنو تما؟ كريم مسكين. لا تقرق ما جي فلوس. فرقع 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 نشوف. يلا فرقع. ايوا 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 واا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 ا
لا 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 ل
حبابنا درت لكم بوز الفيديو باش نقول لكم ضروري خصكم تدخلوا لواحد القناه غتلقاوها في ديسكريبشن، قناه ديال واحد السيده سميتها ام اريج. هذه رساله من عند فيسام قالت لكم بالله كتستافد منها بزاف بزاف، وبجسام في نفس الوقت كتقول لكم سمحوا ليا حيت ما بانتش معنا لانها مريضه، دعيو معها بالشفاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم القناه ديال ام اريج راه فيها روتينات، فيها نصائح عندهم علاقه بالطبخ، فيها بحالاش تنظمي البيت ديالك. انا هادشي قالت لي ابتسام قلت لكم تقول لي انت شحال عندك علاقه بالروتينات. المهم هي كتستافد منها بزاف وعاجبها هذيك القناه، داكشي علاش قررت انها توريها لكم باش نتوما تستافدوا منها. يلا كاملين هجموا عليها راه تلقاوها في الديسكريبشن. يلا نستاو يا سير اخضر. لا ما يمكنش قبل اخضر اعطيني لون. شنو هو هذا؟ هذاك الليموني جاهز. والله الا كي دارت سير ثم ما كنحملهاش اصاحبي. يلا سير عندك واحد جوج ثلاثة ضرب قزقزة بزاف اصاحبي. ما لقيتش والله. شنو هو هذا؟ واه هذيك العطا صاحبي راه اش كتخلي فمك خلينا كليتيها. ما كليتش لا ما كاينش ما كليت لعب. ايوا بزاف اصاحبي صاحبي شم غير الريحه قاصح. اش هو فراسكم ما كنحملهاش والله ما كنحملهاش. تي سام راه ميت عليا في الضحك بزاف. دوز على القادر نمشي سير. اي نوبت لك واحد المره خص يكون عندك الزهر طر داكشي حاجه. يلا سير شفتو تما زرق ما يمكنش ازرق. علاش هزيتي الزرق؟ لا الزرق قبيله كان الزرق وعاود هذا بنادم حيد عليا غنفرقع. اش تما اش فرقعتي؟ راهي تحت الليمونية تفرقع عليها. اش راه دريا؟ اش هاد المسكات؟ ماشي لقيتي 10 ريال بالصحه والراحه المسكات. خبيها في القبص خبيها في القبص ما تعرفش نجيب الوقت هاكا نوبت كم واحد ما تنساش هذا ما تنساش القبص شنو ما كاينش غادي يجيب هذا. يلاه سير ايا سكتنا التليفون شو تبرزتنا بعدا ما صح. يلاه سير خذ هضر مع المهم انت اللي مجوج دار دار شنو تما. يلاه شنو شنو؟ لا صاحبي اسكت راه الزرق. يلا فرقع شنو باقي مازال؟ فلوس كاين فلوس كاين 100 درهم على الثاني ولا يا ربي يجي فيه الحر. زيد 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 شنو هذيك؟ قعد كل قعد كول قاعد يعنيك يا صاحبي كول كول ابراهيم نو كول قاعد زيد 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 خلي اسلع تريكت كلينيكس بغيوك القاد. عرفتي شنو كاين تما؟ راه كاين الفخر احتمال يجي فيك. يلاه الله يجيك. حنا راه ولاد الفخر كتوحم به الوالده. دابا نشوفو هاد بلا تهز النفاخة. انا خصني نجيب هاد المرة. يلا سير شنو تما؟ شوفو ليموني. يلا سير ان شاء الله غتجي فيك شي حاجه واعره. ان شاء الله قول لي ان شاء الله ما قلتيهاش من نيتك. ان شاء الله نقولها من نيتك وشوف فيها ان شاء الله من نيتك ومن ولدك. يلا سير يلا كيجي فيه الحال. حمد تترقى فيا تبكي عليا مش هذا اليوم كوبي على شكل كوبي على شكل حمد كي جاك؟ ناري 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 قاصحة ناري 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 لا ثلاثة جوج واحد. يلا شنو؟ هذا اللون عارف سميتو سير هذاك اللي بحال الليموني سميتو غوز الغوز. يا ربي يجي فيك الحار. الحار؟ اه ولا بقى؟ فين عاود هاد اللقطة؟ لا 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 يا الفاخر يا سيدي الفاخر. انا سيدي ناخذ هاد اللعيبة الصغيرة سير فرقع الفاخر.
قلت لكم غيجي فيه الفخر هاو هاك جوج لا بزاف ثلاثة احشي وعندك عندك دك 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 فخر ديال الحجر هذا قاصح قاصح وغير حشي في امك صاحبي مضغوط بحال المسكة بحال الحوت ديال الدريه شو كيلهز وين مزاوي وين برافو عليك برافو مسالي السويطة لا اصلا هو خصك تعرف واحد الحاجه انت دابا قلتي الغوز لا عندي حتى ما ذاقت اصلا انت قلتي نفخه غوز انا كاع ماكش كاز نفخه حتى قلتي الغوز هذه وريتها لي فهمتي واش يجي فيا الداخل النوبه ديالو بقات اخر نفخه فيها حاره فيها الحاره ديال بصح ويلي ويلي يلا نشوفوا ابراهيم واش ياكل الحاره ولا لا الله يجيبها خصني دابا ما نجيبش نفخه شنو هو هذا في راسو هذاك هذه جيبها زق الله يلا فين هو الحار ما كاين ها هو كاين الحار حيدر سني ها هو الحار تذوق يا عاشر ضرب 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 اي وفي راسكم وقع لي السون خايف دابا انا اصلا درت هذا الحار في النفاخه ومنين جيت نفخها طلع معايا الحار يعني دابا هبط معايا الحار قضي الغالة قضي الغالة صاحبي عيش عيش لحظة يلا سير يلا واحد جوج ثلاثة قارب سوينا كون بارت قاس حرا عشيرة عشيك في لرا حكي حكي وعشيرة احنا كنا الفخر ومن احنا توحموا احنا باش كنا الفخر زين زين دوز ما بين ديك السنة انا خاوية ذا اي صراحة حسيت بك وخا طلعت الريحة خد تعديتي عليا اوه اوه ريحتها حا اوه نوت تيس نوت نوت كنت قلت صاحبي البحر لا ريح سنع وينك دلي دلي العفريت المطر جه داك اخترت مع ان اخوتي يطلع مع الحار انا مرمقها معي الله يلحر مسافر الله يلحر والله ما كان طحن كش كون نربح 100 درهم هو ليس فايش عندي البشري اشنو شري لك شي حاجه باش تبرد الله يلحر ديال بصح المهم الخو سال الفيديو كنتمنى يكون عجبكم باش يوصلكم ديما الجديد ديال قناه العزاوي فاميلي ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وفعلوا الجرس ضروري ضروري تفعلوا الجرس واهم حاجه باش تدعمونا تضغطوا على زر لايك يلا تشلاو